السلام عليكم، معكم كريم عامر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على كورس مهم جدا، هو أعلى كورس في مجال الهندسة الصحية، البلومينج انجينيرينج، واسمه سيرتيفايد البلومينج ديزاين CPD من جمعية أسبي في أمريكا. وهو زي ما قلنا التوب كريدنشال في البلومينج انجينيرينج، واللي معاه السي بي دي سيرتيفيكيت بيكون مطلوب دايما يا شباب من التوب امبلوير، وسبيشالي في مجال الكونسلتنج انجينير او مجال التكنيكال كونتراكتنج، سواء كنت مهندس مكتب فني او مهندس استشاري ام اي بي او سيفل او بلومنج. فهنتكلم ان شاء الله النهارده عن الكورس وعن الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول حاجه جدول محتويات الكورس. اول حاجه ناخد مقدمه عن السي بي دي، وبعدين ناخد الكورس سكيدول. أول محاضرة تبقى مقدمة، وبعدين عندنا 10 محاضرات في الكورس نفسه. في الكورس هي أول محاضرة مقدمة وآخر محاضرة مراجعة، والمحاضرة 2 لحد المحاضرة 11 هي الكورس نفسه. فالمحاضرة التانية اللي هي رقم 2 هناخد فيها سكشن 1 و5 اللي هم خاصين بالسي بي دي ريفيو مانوال، سكشن 1 و5. والمحاضرة التالتة هناخد فيها سكشن 2 لحد المحاضرة رقم 10، سكشن 2 اللي هو الديزاين. وفي 8 محاضرات، لأنه أصلا هو أهم كورس وأهم كونتنت، سوري أهم كونتنت في الكورس نفسه، وبيجي عليه 65 سؤال من 100 سؤال في الامتحان، عشان كده مهتمين بيه وبركز عليه، وهو ده اللي بيهم أي مهندس، الديزاين نفسه. والمحاضرة 11 هناخد فيها سكشن 3 و4، هنتكلم كمان شوية ايه هما السكشن دي. والمحاضرة 12 هتبقى مراجعة عامة، وبعدين بنقول لك ايه الاوت كام بتاع الكورس، ايه البنفيت اللي انت هتاخده من الكورس دوت. وبعد كده نهاية المحاضرة، لو حد عنده سؤال ولا تعليق يقول لنا في التعليقات ان شاء الله. فدي اول حاجة مقدمة عن الكورس. زي ما قلنا السي بي دي هو التوب كريدنشال، انترناشونال كريدنشال في بلاننج انجينيرنج، وهو بيثبت ان انت عندك الستاندر والليدرشيب في بلومنج انجينيرنج، لان هو معمول حسب اسبي، واسبي هي اكبر مؤسسه في العالم في بلومنج انجينيرنج موجوده في امريكا. اسبي اللي هي امريكان سوسايتي اوف بلومنج انجينير، واللي معاه السي بي دي بيكون فورمال ريكوجنايزد، اللي هو عنده اوت ستاندنج بروفيشناليزم في مجال بلومنج انجينيرنج، يعني حاجه كبيره جدا. يعني اللي بياخد الكورس ده او معاه الشهاده دي هو عارف قيمه اللي انا بقوله. يعني كورس فيري انفورماتيف وفي نولج محترمه جدا يعني. واصلا اسبي اللي هي بتدي الكورس او بتدي الامتحان هي اصلا معتمده من انسي اللي هي امريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت، دي اكبر برضو مؤسسه في العالم بتعتمد الستاندرد والاديوكيشن سواء للاشخاص او للشركات. والسي بي دي برضو هي البريفيرد كواليفيكيشن، هو دايما الشهاده المطلوبه من التوب امبلوير. وده مثال على دوت، عندك مثلا ايكوم اللي هو من اكبر المكاتب الاستشاريه في العالم، ومكتب برضو اروب من اكبر المكاتب الاستشاريه، مكتب بي كونسلتنج، كلهم لما بيجوا يطلبوا، طبعا غيرهم كتير، ده بس سكرين شوت كده خدته من على النت، في حوالي 150 160 وظيفه اكتر من كده، ودايما شهريا بتلاقي الوظائف كتير جدا يعني. فبيطلبوا دايما لما بيعينوا سينيور انجينير او ليد انجينير او ليد ديزاينر، بيطلبوا دايما السي بي دي سيرتيفيكيشن. بيقول لك سي بي دي اور بي اي، وده بيبين اهميه الشهاده. اوكي يا شباب، بعد كده الجدول بتاع الكورس. زي ما قلنا في الليكشر رقم 1 هناخد فيها المقدمه عن الكورس واوفر فيو عن الامتحان، والمحاضره الثانيه ناخد فيها سكشن 1 و5 اللي هو عباره عن جزر الكونفرميشن وادمنستريشن، والمحاضره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه والعاشره، 8 محاضرات هنتكلم فيهم عن الديزاين زي ما قلنا، هما كتير عشان هو أهم حاجة في الكورس. والمحاضرة رقم 11 هنتكلم فيها على السبيسيفيكيشن اللي هو سكشن 3، وكونستراكشن سيرفيس اللي هو سكشن رقم 4. وكده يبقى خلصنا الكورس من سكشن 1 2 3 4 5. وبناخد بعد ما نخلص في ليكشر رقم 12 مراجعة عامة على كل المحاضرات اللي خدناها، وبنبص على أسئلة بتاعة الامتحان. فالمحاضرة رقم 1 زي ما قلنا عبارة عن اورينتيشن، المقدمة عن الكورس الامتحان،
ودي مراجع ريفرنس بتاعت الكورس. أول أربعة فوليوم 1 2 3 4 بلومينج انجينيرنج ديزاين بوك من أسبي، وكتاب الدوميستيك ووتر هيتنج برضه ديزاين بتاع أسبي، والسي بي دي ريفيو مانوال بتاع أسبي، وأسبي سي بي دي بوليتن أوف انفورميشن ده برضه خاص بيديك معلومات على الامتحان، بالإضافة كمان لكتاب اسمه انجينيرنج بلومينج ديزاين بتاع ألفريد ستيل. يبقى كده عندك 8 ريفرنسز. طبعا كل كتاب من دول حوالي 400 500 صفحة، فاللي بيذاكر مع نفسه هياخد مدة كبيرة جدا عشان يخلص الكورس ويتأهل للامتحان. فإحنا في الكورس بنلخص كل الكتب دي، نديك الخلاصة اللي شاملة المعرفة والنولج، شاملة برضو بريباريشن للإكزام. في المقدمة بنتكلم أول حاجة عن الهندسة الصحية، البلومينج انجينيرنج. إيه هي البلومينج انجينيرنج؟ هي عبارة عن البلانينج والديزايننج والانستولينج والتستنج والكوميشننج البلومينج سيستم، واللي مسؤول عنها الريسبونسبل في البلومينج انجينيرنج هو الميكانيكال او السيفل او الام اي بي حسب البلد. ودور المهندس الميكانيكا بيختلف عن دور المهندس المدني. الميكانيكال والسيفل غير بعض، دايما السيفل بيركز على الانفراستراكشر والاندر جراوند بايبنج والليفلنج والمان هولز والتانكس، بس الميكانيكال انجينير او البلومينج انجينير بيركز دايما على البيلدنج سيرفيس من جوه، سواء كان الستاك البرانشز الوتر سبلاي هوت ووتر سيستم. في علاقة في أمريكا في يو كي بين البلومينج انجينيرنج وبابليك هيلث انجينير، عشان يو كي دايما بيربطوهم ببعض، عشان البلومينج انجينيرنج بيبقى فيها دايما دوميستيك ووتر سيستم، بتبقى فيها كونتاكت مع جسم الإنسان سواء في الشرب أو في الشاور، والسيوج بيطلع برضو أودرز وروايح بيأثر برضو على الإنسان، عشان كده هي مرتبطة بالبابليك هيلث انجينيرنج الصحة العامة. ودايما البلومينج سيستم مطلوب في اي كونستراكشن او اي بيلدينج بغض النظر عن حجمه او نوعه، سواء كان ريزيدنشال كوميرشال اندستريال هوسبيتال هوتيل وات ايفر. وفي امريكا المهندس المسؤول عن البلومينج دايما ميكانيكا او بلومينج، وفي يو كي دايما بابليك هيلث انجينير او ميكانيكال انجينير او بلومينج انجينير. وفي الدول العربيه غالبا ميكانيكال، وفي بعض الشركات بيبقى سيفل حسب نوع الشركه وحسب حجم المشروع. زي ما قلنا السيفل بيركز دايما على الانفراستراكشر، والميكانيكال دايما بيركز على البيلدنج سيرفيسز. وده اوفر فيو على الامتحان. عدد نمبر اوف دومين في الامتحان او سيكشنز هم 5 زي ما خدناهم في السلايد اللي فاتت. ونوع الاسئله بيبقى ام اس كيو مالتيبل تشويس اختيارات، وعدد الاسئله 100. كل سيكشن بيجي عليه عدد اسئله معينه، زي ما قلنا سيكشن 2 اللي هو ديزاين اكبر جزء 65 سؤال بيجي على الامتحان منه، وسيكشن 1 و5 بيجي منه 11 سؤال، وسيكشن 3 بيجي منه 16 كويستشنز، وسيكشن 4 بيجي منه 11 سؤال. مده الامتحان 3 ساعات ونص، هو امتحان اوبن بوك، يعني كل الريفرنس اللي قلنا عليهم دول ممكن يكون معاك في الامتحان، تفتح الكتاب وتحل منهم. طبعا الموضوع صعب يعني مش سهل يعني، فلازم تكون انت مذاكر وعارف الامتحان ايه الحاجات الكور اللي في الكتاب عشان تعرف تطلعها منه، سواء كان بتطلع ايكويشن او بتطلع جراف او بتطلع تيبل. وزي ما قلنا والامتحان للاسف بيبقى مده واحده بس في السنه في شهر ابريل، عشان كده بقول لكم عليه النهارده عشان تلحقوا تحضروا. يعني الكورس بياخد تقريبا شهرين لو مره في الاسبوع يعني، و الامتحان يعني عشان تذاكر له بعد الكورس اقل حاجه شهر، فيا دوبك يعني. بيبقى الامتحان اونلاين يا اما في سنتر يا اما بروكتور وانت قاعد في البيت او في المكتب. عن طريق بروكتور بيراقبك بيفتح الكاميرا عليك، ومين اليجيبل يقعد ممكن يخش الامتحان. لازم يكون معاك باتشلر اقل حاجه بكالوريوس واربع سنين خبره. والتسجيل في الامتحان ب 450 دولار لو انت ممبر في اسبي، 675 دولار لو انت مش ممبر. ممبر شيب حاجه مهمه جدا، بتديك مجلات وبتديك كتب فري وريفرنس ومحاضرات وبينار، فانت هتستفيد منها جدا. حق الممبر ب 190 دولار، ولو انت طالب في الماجستير مثلا او دكتوراه ممكن تاخد الممبر شيب ب 30 دولار بس. وده كورس اوفر فيو زي ما قلنا، من اول لكشر 1 لحد لكشر 2 ل 12. ودي كده لكشر رقم 1 خدناها. لكشر نمبر 2 بناخد بقى بس اول سكشنين فيها، سكشن 1 و5 اللي هي مدة 9 ونص. سكشن 1 اللي هو gathering information
وسكشن 5 اللي هو ادمنستريشن. كل محاضره بيبقى فيها كويز. فالجزرنج انفورميشن يعني ايه؟ بجمع السكوب اوف ورك بتاع المشروع، عشان هو اهم حاجه في بدايه المشروع سواء كان ديزاين او كونستراكشن. وعشان اخد السكوب اوف ورك واضح وكلير، لازم اعمل كوردينيشن مع التيم والستيك هولدر، واتكلم مع بروجكت مانجر عشان اخد الاسسمنت منه. وبعدين الكونستراكشن بادجت سواء كانت ايرلي استيميتس، وبنتعرف يعني ايه بادج كونسترين، وبنعرف الفرق بين الاثوريتي والكود والستاندر والريجوليشن، وبنعرف يعني يوتيليتيز سواء كانت ووتر او سيور او جاز اللي داخله على المبنى، عشان بحدد السايز بتاعها ومكانها قبل ما اعمل ديزاين. وبعرف انواع البلانز سواء كانت سايت يوتيليتي بلانز او توبوجرافيك بلان او مونيسيباليتي او ان او سي. ده نموذج ليها على الشمال دوت، توبوجرافيك بلان بتوريك الكونتور لاينز الخطوط اللي تحت الارض، ارتفاع التربه عشان بيهمك جدا لما تيجي تعمل بايبنج وسلوب وليفلنج. ده التوبوجرافيك بلان. اللي على اليمين دي ان او سي بتوريك برضو النوت اوبجكشن سيرتيفيكيت، يعني بتاخدها من المونسيباليتي، بتوريك اماكن البايبات والسايز بتاعها سواء كان ووتر سبلاي او درينج او جاز وات ايفر. وسكشن 5 ادمنستريشن بناخد فيها البادجت والسكيدول بتاع الديزاين والسايت سوبرفيجن. ازاي بحدد البادجت والسكيدول؟ بيزد على النمبر اوف دروينج والمواصفات والمان اور كوست بيكلفني قد ايه العمال، واوفر هيد قد ايه عليا، وبروفيت عشان اسعر واعمل بادجت، وتكاليف المهندسين اللي معايا او الخدمه الهندسيه. وبعدين السكيدول بتاع الديزاين، ببدا ازاي الديزاين؟ اول حاجه ببدا بالادوار الطوابق الفلور بلانز، وبعدين الرايزر بتاع الميه، وبعدين السلك بتاع الصرف، وبعدين الروف درين بتاع المطر، وبعدين بايبنج لاي اوت، بحط البايبات، بحسب لها السايز والسرعه، وبحط الاكويبمنت سكيدول بتاع البمبات والفالف والاكويبمنت والمواصفات. بعد كده بكتبها، بعد ما بكتب فيها درافت يعني، وبعدين بخش في ديتيلز الترتيب بتاع السكيدول اوف ديزاين. وبعدين الكونستراكشن استيميت، ازاي بعمل استيميت للكونستراكشن؟ لو جه المالك مثلا في اول المشروع قال لي انا عايز بريليمينري استيميت، فبحدد بيز على الخبره سواء كانت بس مثلا كوست بير اريا، بشوف مثلا مساحه المشروع قد ايه واضرب في رقم معين، او سواء كانت كوست بير فيكشر، بشوف عدد كميه الوحده الصحيه الموجوده في المبنى، وبالخبره برضو بيكون عندي علم بيها او خبره بيها او عندي رقم معين ثريشولد، يا اما النسبه من التوتال بادجت بتاع المشروع. ولما يخلص ديزاين بعمل فاينل استيميت، ده بيكون مور اكيوريت، ده اجيبه عن طريق تيك اوف الماتيريال اكويبمنت من على الدروينج والليبر والكوست، ده بيكون ادق. بس في الاول المشروع بيكون دايما المالك بيطلب مني تكلفه مبدئيه عشان يعرف حجم ميزانيه المشروع، بيبقى اسمه بريليمري استيميت. ناخد شويه كده في ترمينولوجي، وبعدين كويز اسئله مشابهه للامتحان في كل محاضره، بحيث انك في اخر الكورس يبقى عندك اسئله كامله لك انك تذاكر الامتحان. وبعدين ليكشر 3 لحد ليكشر 10 اللي هم 8 محاضرات زي ما قلنا، هناخد فيهم الديزاين، هنتكلم على كل محاضره دلوقتي. فهم كل محاضره ساعتين، اوكي. ده الديزاين اللي هو اهم حاجه في الكورس كله، هو عباره عن 15 شابترز. اول 2 شابتر فيهم اللي هو الفلو اند درينج سيستم والانتيريور درينج سيستم. بناخد في الفلو اند سيستم مانينج فورمولا، يعني مانينج ايكويشن بحل بيها ازاي الصرف والسلوب والسرعه داخل البايبات، وانواع السيورز والستورم ووتر والامبرت ليفل والكفر ليفل والريم ليفل. وبعدين في الانتيريور درينج سيستم ناخد فيكشر درينز والبرانشز والستاكس والهيدروليك جامب والترمينال فيلوستيز. زي هنا مثلا عندي الستريت هنا سيرفيس، توريك الستورم ووتر والسانيتري درينج والووتر سبلاي في الشارع من بره هنا، والمانهولات في مسافه بينهم وفي سلوب. فيها حاجه اسمها هيدروليك جامب بتحصل عند قاعده الاستاك، للتحويل من الفيرتيكال للهوريزونتال، بتنزل الميه بسرعه بيتحول الضغط الباكيوم هنا بيعمل لي هيدروليك جامب، فما ينفعش اوصل اي وحده صحيه على مسافه معينه. وعلى اليمين خالص هنا حاجه اسمها الترمينال فيلوستي اللي عندها بيتساوى الدراك فورس اللي طلع لفوق اللي هي بين الميه وبين الجدار البايبات، والفورس بتاعت الجرافيتي بتاعت الميه اللي نازله. وعندي هنا انواع الكونكشن مع الاستاك بين البرانش والاستاك، سواء كان كومباينيشن و واي كونكشن او واي فيتنج او سانيتري تي فيتنج.
اللي ينفع واللي ما ينفعش. وده هنا بيبين لك الهاف فلو اللي هو بيشابه دايما الاوبن شانل، دايما الدرينج فلو دايما بيكون مشابه للاوبن شانل زي ما بتشوفه في الـ في الـ في الانفايرمنت عندنا في الشوارع. اوكي، ففي حاجه اسمها واتس بارامتر هنا والكروس سكشن، وبحسبها ازاي؟ عن طريق مانينج ايكويشن. وليكشر 4 باخد فيها شابتر 1 بتاع البنت، طبعا محاضره مهمه بتتكلم على البنت سيستم وليه بعمل بنت في المبنى، اهميه البنت ايه، وانواع البنت سواء كان بنت ستاك او ستاك بنت، والمسافه بين البنت برانش والتراب بتاع الوحده الصحيه، يعني ايه كومن بنت واندفجوال بنت ولوب بنت وسيركت بنت والريليف بنت، بعمل سايزنج ازاي للبنت. في منطقه مهمه جدا اسمها صدز، صدز بريشر زونز عن طريق الفوم بتاع الصابون، ازاي بتجنبها واتغلب عليها عشان بتعمل لي مشكله في السيستم. ولو ما عرفتش اعمل اي بنت من دول، في حاجه اسمها الترناتيف بنت سيستم حسب المشروع بتاعك او لو عندك اكزيستنج بيلدينج. هنا في الصوره بتبين لك هنا الستاك بنت والبنت ستاك والريليف بنت، وهنا الكومون بنت بتاع الوحده الصحيه. اوكي، كومون يعني الاثنين زي بعض في وش بعض كده وبينهم مول. وهنا عندك اللي هو الصد بريشر زون عن طريق الفوم، وهنا ايريتور ودايريتور، ده يعتبر نوع من الالترناتيف بنت سيستم. وليكشر 5 فيها تو شابترز على الستورم موتور والسايد درينج، بنتكلم فيها عن الموتور والستورم موتور يعني ايه، يعني ايه داون سباوت والروف درين، بنعمل له سايزنج ازاي والتايب بتاعه ايه والماتيريال بتاعت البايب ايه، بعمل سايزنج ازاي الهورزونتال او فيرتيكال، والفلو فيلوستي الموصى بيها، والسب سويل درينج، وباخد سايد درينج الديزاين بروسيدر ازاي، بعمل ديزاين بروسيدر عشان اعمل تصميم لشبكات الصرف بتاعت المطر، حاجه اسمها ستورم فريكونسي ورين فول داتا حسب كل بلد بيبقى ليها رين فول دينستي وستورم موتر فريكونسي كل كام سنه، وعندي كل كام دقيقه او كل ساعه. وبعمل في الاخر هدول ديزاين عشان اصمم شبكه صرف المطر. هنا عندي مثلا انواع الروف، هنا سواء كان الروف مايل في ناحيه واحده بعمل له جاتر درين مع داون سباوت، او سواء كان مايل من ناحيتين هنا بعمل له حاجه اسمها سكوبر درين عند الباربت وول. اوكي، وهنا في النص لو عندي الاتجاه كله، كل اتجاه الروف في النص. اوكي، دي انواع الروف وازاي بعمل لها صرف المطر. وهنا مثلا عندي صرف المطر اللي في الشوارع بنشوفها على الرصفان او في النص كاتش بيزن او مان هولز، وده منهول عادي بيكون مقفول وده مفتوح، ايه الفرق بينهم؟ وده انواع البيبات تحت الارض بتاعت صرف المطر، ودي حاجه اسمها نوموجراف بحسب منها التايم كونسنتريشن للمطر، مهم جدا حسب مساحه المبنى اللي عندي او مساحه الارض اللي عندي. وليكشر رقم 6 ناخد فيها شابتر اللي هو ووتر سبلاي سيستم، مهم جدا الكولد ووتر، باخد رينولد نمبر وبحدد ازاي الفلو اللي عندي سواء كان هو لامينر تربلنت، وايه الفرق بينهم، والبلامينج هل هو تربلنت ولا هل هو لامينر، يعني بريجر هيد، يعني بريجر دروب، يعني ماكسيم فيلوستي الموصى بيها في البايبنج سواء هوت ووتر او كولد ووتر، ووتر فيكشر يونتس عشان احسب منها الفلو ريتس، والمينيمم بريشر عند كل واحده صحيه، والمينيمم سايز اوف فيكشر اوتلت اقل سايز لاي واحده صحيه عندي، وباخد خطوات السايز بتاع البايب، واركب ازاي البايب تحت الارض او فوق الارض او فيرتيكال رايزر، وانواع الفالفات سواء كان جيتس او جلوب او انجل وات ايفر، والفالف اللي ينفع اعمل فيه كنترول واللي ما ينفعش اعمل فيه كنترول للفلو والبريشر. وهنا مثلا سايزنج بعمل زي سايزنج الوتر سبلاي سيستم من اول الشارع لحد المبنى والريازل والبرانشز، ودي انواع الوتر، عندي انواع الوتر ميترز، وهنا انواع الوتر سبلاي سواء كان عندي اوفر هيد تانك او بوستر سيستم او كومبايند. هنا مثلا عندي الكومبايند ميه جايه من الشارع بتتملى حاجه اسمها بريك تانك، وبعدين عندي بامب ترانسفير ترفع الميه للتنكات اللي فوق، التنكات اللي فوق تغذي الادوار السفليه عشان ما ينفعش الدور العلويه تبقى الضغط عندها قليل، فبحط بوستر بامب. ليكشر 7 بتكلم على الدوميستيك هوتور سيستم، ده برده شابتر مهم جدا بيجي عليه اسئله كتير في الامتحان. بتكلم على السيفتي ديفايسز اهم حاجه في الووتر سيستم زي الثيرموستاتيك ميكسنج فالف والتي اند بي ريليف فالف
والثيرمال بالانس فالف، وبحدد ازاي الوتر ديماند والوتر هيتر انواعه ايه، وازاي بعمل ميكسنج بين الهوت والكولد، بحسب النسبه ازاي، وليه بعمل سيركوليتنج سيستم في الموتور وامتى بعمله، واخد البايبنج والسايزنج بتاعها زي ما شايفين هنا على الشمال. ده هوت سيستم، عندي الكولد والهوت سيركوليشن وانواع البلبات هنا والتانك والهيتر والستورج، وهنا عندي المبنى نفسه في كل دور ازاي بعمل له سبلاي وريتيرن للسيركوليشن، وهنا عندي انواع الووتر هيترز، ستورج تايب وسيمي انستنيانس وانستنيانس. ده عباره عن هيت اكسشنجر اللي هو انستنيانس، والستورج عباره عن تانك بحط فيه ميه بخزنها، واللي في النص سيمي انستنيانس اللي هو بينهم هما الاثنين. وهنا عندي انواع الفالفات زي الثيرموفليك ميكسنج فالف، بحطه عشان ما يحصلش سكيلدنج عند الشخص اللي بيستحمى او الشخص اللي بيستخدم الميه سخنه او بارده. ده بيضمن لك ان التمبريتشر بتبقى اقل من 40 او 45 حسب الادجستنج. واللي تحت التي اند بي ريليف فالف بحطه على السخان او الخزان عشان ما يحصلش اوفر بريشر او اوفر تمبريتشر. وليكشر 8 باخد فيها تو شابترز، الثيرمال اكسبانشن والكونتراكشن. ما دام عندي هوت ووتر وكولد ووتر يبقى بيحصل عندي ثيرمال اكسبانشن او كونتراكشن، بعمل لها ازاي كنترول، بتحكم ازاي في بايب موفمنت، وبحط جوينتس للاكسبانشن، بعمل له سبورت وانكرز. في حاجه اسمها باك فلو بريفنشن، بمنع الميه اللي عندي او اي كونكشن للميه اللي داخل المبنى انها ترجع تاني للبابليك مينز سواء كانت كولد او هوت. فعندي انواع اسمها باك فلو بريفنشن زي كروس كونكشن، بتسمى برضه كروس كونكشن كنترول، زي الاير جاب والباك اند بريكر والدبل تشيك فالف. عندي هنا فوق دي انواع الثيرمال اكسبانشن بايب لوب، ازاي بعمل طرق معينه في البايب انستليشن عشان امنع الاكسبانشن والكونتراكشن. تحت عندي هنا الباك بريكر اتموسفيريك باك بريكر على الشمال دوت، وعندي دبل تشيك فالف اللي انتم بتشوفوه دايما في الشوارع في امريكا واوروبا حتى على فاير بروتكشن سيستم. وهنا ليكشر نمبر 9 ناخد فيها 3 شابترز. اول حاجه بنتكلم على البامبس، انواع البامب والبامب كيرفز، فورمانس كيرف بين الاتش والكيو، والافينيتي لوز الخاصه بالفلو والبريشر والباور والكافيتيشن، والان بي سي اتش فاليو سواء كانت افيلبل او ريكوايرد، وانواع الكونكشن للبمبات سواء كان سيريس او بارلل، حاجه اسمها بامب هيت جين. وبتكلم على الصن بامب وجيكتور والفرق بينهم، والاجيكتور بيزن اللي هو التانك اللي بحط فيه البامبس الاجيكتور، والسايزنج معموله ازاي سواء كان للصنب او الاجيكتور، بعمل ازاي كنترول ليهم هما الاثنين. وبعدين باخد سستينبل ديزاين سواء كان عن طريق البريم في اوروبا او ليدز امريكا، والكاتيجوري اللي خاصه بيه اللي هي ووتر ريدكشن والويست ووتر مانجمنت، دي خاصه بالبلمنج انجينيرنج وانرجي افشنسي والسور ووتر هيتنج والجيوثيرمال سيستم. نموذج البامب كيرف هنا بين الاتش والكيو، البرفورمانس كيرف اللي هو بالاخضر دوت، والافشنسي كيرف دوت اللي هو طالع لفوق، وبريك هورس باور، وبختار ازاي البيست افشنت بوينتس عند اعلى كفاءه. وهنا عندي الفرق بين الصمب والاجيكتور. الصمب دايما بستخدمها في صرف ميه المطر او الميه الكلير، والاجيكتور بستخدمه دايما لصرف الميه لو عندي تواليتس موجود في البيزمنت. ليكشر 10 بتكلم على الفاير بروتكشن سيستم، انواع الفاير الووتر بيز سيستم زي السبرينكلر سيستم والساند بايب سيستم، الووتر سبلاي ايه انواعه وامتى بحتاجه، والفاير بامب امتى بحتاجها في المبنى عندي لو ما كانش عندي ضغط كافي عن طريق بابليك مينز بحتاج فاير بامب، بختار نوعها ازاي، ولازم تكون ليستد عن طريق يو ال او اف ام ومعاها جوكي، واعمل لها ادجستنج ازاي للبريشر، وانواع فلو الارم سواء كان موتور جونج اللي هو بيسموه موتور ووتر، او عن طريق بريشر سنسور زي اللي بيتحط مع التمبر سويتش. وبعد كده باخد الفيول جاي سيستم، باخد انواع الفيولز والبريشر بتاعه قد ايه، سبيسيفيك جرافيتي، انواع البايب ماتيريالز، وازاي بعمل له انستليشن سواء كان اندر جراوند او اب جراوند، بعمل ازاي ديزاين للسيستم،
سيستم كوميشننج وسايزنج، باخد ميديكال جاز سيستم بتاع الهوسبيتال والهيلث كير، باخد الليفل سواء كان في غرفة عمليات، في غرفة نيرسينج، في غرفة جيستس، الكتريكال باور والإمرجنسي جنريتورز والسورس إكويبمنت والفالفز والبايبنج. ده مثلا ديزاين الدنسي اريا كيرف بتاع الووتر سبرينكلر. لما باجي احسب مساحة التصميم بتاعتي اريا اوف سبرينكلر سيستم مع الهازارد، بخش بيزد على الهازارد والاريا اوف سبرينكلر، بحدد الدنسي عشان اجيب منها فلو ريتس. من عندي انواع السبرينكلر سيستم، سواء كان عندي ويت سيستم اللي عشان اخلص فوق دوت المايه موجوده في كل الشبكه اندر بريشر، او كان دراي زي اللي على اليمين فوق الووتر موجود بس بيهايند الفالفز والشبكه مليانه هواء، او سواء كان ديليوش سيستم زي اللي تحت على الشمال، يبقى عندي ديكشن سيستم والمايه موجوده ورا الفالف، او سواء كان برياكشن. اوكي، الرياكشن بيفرق اللي هو في ضغط عندي في الهواء اللي فوق والسبرينكلر عندي مقفول، لكن في الدليوج عندي السبرينكلر مفتوح مفيش هواء خالص مفيش ضغط. والرياكشن في منه ثلاث انواع، في اللي هو زيرو انترلوك وسنجل انترلوك ودبل انترلوك. كل ده نعرفه في الكورس ان شاء الله. بعدين عندي كويز كالمعتاد مميز لاسئله الامتحان، وليكتشر 11 ناخد فيها سكشن 3 و4 مدة ساعة ونص، سكشن 3 اللي هو المواصفات، سكشن 4 اللي هو كونستراكشن سيرفيس. بناخد بنعمل ازاي مواصفات وايه الغرض منها وايه أهم نوع فيها، يعني ايه أدندا وتشينج أوردر والفرق بينهم. وبناخد سبيسيفيكيشن تايبس سواء كانت أوبن أو كلوزد أو حسب البيدر تشويس أو بيز بيد ويز ألترناتيفز. ناخد الفورمات بتاعها بالذات عن فورمات السبيسيفيكيشن حسب السي اس اي في امريكا الكونستراكشن سبيسيفيكيشن انستيتيوت، حاجه اسمها ماستر فورمات والسكاشن الخاصه بالبلمنج والديفيجن والجنرال والبرودكت اكسكيوجن. كل دي بتبقى موجوده اجزاء في السبيسيفيكيشن بحط فيها انا ستاندرد او البلمنج سيستم الخاصه بالديزاين وبالتركيب والكوردينيشن مع اذر ديسيبلين والديفيجنز. يعني ترمينولوجي في المواصفات، كل ترمينولوجي اللي معنا زي الابروفد والاساين سبيشالست او دايركتد او فيرنيشد، كل واحده من دي لها معنى ولازم الكونتراكتور يكون عارف معناها ايه. ده مثلا نموذج عندي للمواصفات، عندي بارت 1 جنرال، بارت 2 هنا برودكت، بارت 3 اكسكيوجن، وعندي السبيسيفيكيشن هنا بيكون اللي هو جزء ديفيجن 22 خاص بالبلمنج. بعدين بشيل البلمنج بقسمه هنا، يبقى عندي في البلامينج نفسه هنا سكاشن خاصة بالبلامينج. اوكي، ده اسمه السي اس اي فورمات او ماستر فورمات، مهم جدا دايما بيستخدم في المكاتب الكبيرة، بس المكاتب الصغيرة بيحطوا اي حاجة. اوكي، فدي مهمة جدا عشان اتجنب الكليم واضمن ان السيستم بيتركب صح في السايت عندي حسب الستاندر والمواصفات. سكشن 4 الكونستراكشن سيرفيس، دي خاصه بالانسبكشن في السايت والسوبرفيجن، يكون الاوبزرفر اللي هو الانسبكتور ريسبونسابيلتيز وعنده اوثوريتي وازاي بيتصرف مع المقاول، والكونتراكتور سبميتال اللي بيقدمها سواء كان شوب دروينج او ماتيريالز بعمل لها ابروف از نوتد او ريفايز اند ري سبميت او نوت ابروفد. بعمل ازاي تيست في السايت للاكويبمنت او للسيستم، مين بيكون ويتنس، واعمل البايبنج امتى، اير تيست وامتى، هايدروستاتيك، واعمل ازاي باك فيلينج في البايب اندر جراوند. لو حصل عندي فيلد اكسيدنت سواء كان رابتشر للبايب او التانكس او دامج او حصل اصابات لاي عمال عندي او مهندسين، بعمل لها ازاي ريبورت عن طريق سايت فوتوز برفعها للبروجكت مانجر. وبعدين الفيلد كونديشن ممكن يكون عندي تشينج اوردر او كليمز، ازاي اتعامل معاها كمهندس بروفيشنال. وكده بيكون المحتوى الكورس الرئيسي خلاص. بناخد في اخر محاضره جنرال ريفيو زي ما قلنا، هنراجع جميع المحاضرات اللي خدناها في الكورس اللي هم العشر الرئيسيين،
بعدين بنحط بلان للناس اللي هتذاكر عشان تسجل الامتحان. طب بعد الكورس دوت انت هتستفيد ايه؟ اول حاجه هتكون كومبتنت انجينير في بلامنج ديزاين وكونستراكشن، هتكون مميز جدا عن اي مهندس زيك في الفيلد بتاعنا شغال في بلامنج انجينيرنج وبلامنج ديزاين، عشان زي ما قلنا السي بي دي هي التوب كريدنشال، والمحتوى بتاعها محتوى فيري انفورماتيف، كله معرفه، كله حاجات بيزد على اكسبيرينس وبيست براكتسز. وتاني حاجه بتأهلك ان انت يبقى عندك هاير جوب اوبورتيونيتي زي ما قلنا في اكتر في اكبر المكاتب الاستشاريه، وانت بتطبق فيه الفاندمنتال زي ما قلنا، هناخد فيه ايكويشن وفاندمنتال اوف انجينيرنج اوكي، زي مانينج وزي برنولي وزي كذا معادله، كونتينوس ايكويشن وماس كونزرفيشن والانرجي كونزرفيشن، بتطبق الفاندمنتال اوف انجينيرنج مع البيست براكتس بتاع الاندستري اوكي، مع كيس ستاديز. فدي حاجه مهمه جدا انك تطبق اللي انت درسته في الهندسه وتراجعه تاني وتعرف ايه الهدف منه وكنا بنذاكره ليه. وبتاخد بعد كده كوميشن سيرتيفيكيت من انجي بوك، وبتبقى بعد كده كواليفايد ان انت تباص الاكزام لو انت ذاكرت من محاضر كويس، واسمك بيتحط في الدايركتري بتاع الاسبي اونلاين، ممكن اي حد يشيك عليها سواء كان الامبلاير بتاعك او كلاينتس او اي حد زميل ليك، يخش يلاقي اسمك موجود على الويب سايت لو نجحت الامتحان. واخر بنفيت تاخدها انك بتحضر معانا كورس لايف انتراكشن مع كل المحاضرين، او بيكون مسجل اي ليرنينج كورس اني تايم. ودي نهايه الكورس، لو اي حد عنده اي استفسار او سؤال ممكن يسالنا في التعليقات او يكونتاكت اس حسب ما موجود هنا، الويب سايت والايميل والواتساب نمبر. وشكرا جزيلا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. وده زي ما قلت لكم ده كورس يعني هو التوب كريدنشال في بلومنج، يعني فاي حد مهتم لازم يبدأ من دلوقتي عشان الامتحان في شهر ابريل، وهو مرة واحدة في السنة زي ما قلنا في اول الكورس. شكرا لكم.